تحملها؟ ماذا بقي منها من مساحات؟ وهل نحن بحاجة إلى شرائها بأسعار جديدة طالما مش قادرين نستهلك المنتج؟ أو بندفع اللي فيه إشي بندفع ثمنه وقاعدين وما عم نستهلكه؟ ليش ما نأخره مثلا حتى نستهلك كل الطاقة الموجودة؟ هل هنالك ربط كهربائي مع دول الجوار قادرين نبيع من كهربتنا؟ يعني يفترض إننا نطلع منكم حتى نرى شو اللي ممكن نقدر نعمله مع بعضنا. والله يعطيكم العافية جميعا. تفضلي معاليك إذا بدك تأخذ الحديث أو إذا اللي هو موضوع ناس بدها تأخذ كاباسيتي أو سعة لطاقة متجددة على الشبكة، وهذا برضو موضوع مش بس بيأرقهم وبيأرقنا إحنا، لأنه حاسين احتياج الناس للتحول للمتجددة، وعارفين أهمية المتجددة بالنسبة إلنا كأردن لأنها هي مصدر للطاقة المحلية، وإحنا معظم طاقتنا اليوم مستوردة. فبالتالي كل ما زادت الطاقة المحلية عنا كل ما زاد أمن الطاقة بالنسبة إلنا بالأردن. فإحنا من أهدافنا هو زيادة أمن الطاقة، ومن أهدافنا زيادة الطاقة المحلية في الأردن. لكن بنفس الوقت عم بيكون في عنا محددات، والمحددات جزء منها فني، وهذه المحددات اللي مش عم تخلينا نقدر ناخد طاقة متجددة أكثر من اللي عم ناخدها. لكن هذا ما بيعني إننا نقعد ونقول ما بنقدر ناخد، وأنا هذه يعني سياسة بلشنا نحكي فيها، ما بنقدر نقول ما بنقدر ناخد ونقعد ونسكت، وإنما لازم نعمل الإشي اللي عشانه بنقدر ناخد. وزملائي من قبلي ووزارة الطاقة بلشت في مشروع الممر الأخضر، واللي إن شاء الله نقدر نبلش ناخد كهرباء أكثر من خلاله في خلال العام القادم والعام اللي وراه. لكن برضو هذا ما بكفي، وإحنا اليوم قاعدين عم نحاول بنحاول نجيب منها لعمل الممر الشرقي لحتى نروح أكثر لشرق الأردن، وبالتالي نقدر ناخد طاقة متجددة أكثر. فيعني أنا عم بحاول أقولكم همكم من همنا، يعني أنا ما في يوم ما بيجي لي حدا ما بيشكي على التعرفة، وما في يوم ما بيجي حدا ما بيشكي لي على إنه بدنا طاقة متجددة أكثر. هلأ بالنسبة للموضوع اللي انطرح على موضوع قدي إحنا مننتج كهرباء وقدي إحنا منستهلك كهرباء، هلأ الفكرة إنه الاستطاعة اللي عنا هي استطاعة عالية. إيش يعني؟ يعني عنا محطات لتنتج الكهرباء كتيرة، واستطاعتها قادرة إنها تولد بالكميات اللي منحكي عنها اللي هي 4300 ميجا، لكن استهلاكنا ما بده استطاعة اليوم أكثر من 3300 ميجا. فالاستطاعة اللي موجودة عنا عالية، يعني الاستطاعة على التوليد، وهذا ما بعني إن منولد وين بتروح الكهرباء، لأن إحنا ما منولد، يعني إحنا منولد بقدر الاستهلاك تبعنا، لكن عنا القدرة لأنه عنا المحطات. يعني لنفترض اليوم دخل 10 مصانع وبدهم طاقة كهربائية كبيرة، إحنا قادرين إن نولد لأنه عنا محطات، لكن مش إنا منولد هاي الكهرباء وين بتروح. لكن هاي الاستطاعات مظبوط إحنا هي مش موجودة عنا بدون تكلفة، كل استطاعة موجودة على الأرض هي مكلفة للأردن، هي القدرة على التوليد. فبالتالي هل في عنا كهرباء تنتج ولا تستهلك؟ ما في منه هذا الحكي، لأنه أنا الصناعيين بيقولوا لي طب بيعونا من هالكهرباء زيادة، هو ما في كهرباء زيادة، وإذا بدها تكون الكهرباء زيادة معناته بدنا نحرق غاز زيادة، وبالتالي هي كلف. فهذا بأول موضوع، ورح أترك لزملائي طبعا كل اللي موجودين معنا متخصصين في المجالات كلها، لكن أنا بدي أطرق كل موضوع هيك شوي بس عشان أسلط الضوء عليه. هل هناك جدية في موضوع الطاقة المتجددة رياح وشمس؟ يعني في السنين الماضية بتهيأ لي وزارة الطاقة وجميع زملائنا في لجنة الطاقة بيعرفوا يعني الخطوات اللي مشيتها الأردن في خلال السنين الماضية وبتمشيها هلأ. يعني أنا هلأ جاي من افتتاح لمشروع رياح لشركة دايهان بالطفيلة 50 ميجا، وكنت عم بقول إحنا بسنة 2020 رح تطلع الطاقة المتجددة من الطاقة الكهربائية الكاملة عن 20%، وهذا إنجاز يعني يسجل للأردن، وهذا مش شغل اليوم ولا مبارح، هذا الحكي صار لها الأردن تشتغل عليه تقريبا من 2012
2012 اللي هو لما أقر مشروع قانون الطاقة المتجددة. لكن برجع بقول اللي اليوم شوي عم بيعقد الأمور أو بيعرقل الأمور هي أولاً استطاعة الشبكة، لكن حتى لو اليوم الشبكة بتقدر تاخد أكتر، مشكلتي بالاستطاعات الزائدة اللي موجودة عنا واللي قاعدين عم ندفع لها للطاقة التقليدية. بس برضو احنا منقول، وهذا الحكي عم نحكي احنا وشركة نابكو والجميع والهيئة، هذه مشكلة لكن المشكلة إلها حل. يعني احنا اليوم بصدد العمل على حل مشكلة الشبكة زي ما حكيت بالتوسيع نحو الممر الشرقي، وهي معانا المهندس رواشدي مدير شركة نابكو. والموضوع الثاني اللي هو من خلال الاستطاعات، هلأ عنا بسنة 2019 بتتقاعد إحدى المحطات الكبيرة اللي موجودة عنا، وبال2021 بتتقاعد محطة تانية، وبالتالي منخفف من هالحمل الزيادة اللي موجود عنا اللي رح يأهلنا إن ناخد طاقة متجددة أكتر، واللي بيأثر معانا كمان في ارتفاع أو انخفاض الأسعار. بالنسبة للربط مع دول الجوار، إحنا اليوم منحس إنه الحل هو الربط مع دول الجوار. يعني أنا عندي طاقة زائدة، لبنان ما عندها كهرباء، سوريا بتشغل كهرباء 12 ساعة بالنهار، العراق بالصيف كان عندها مشكلة كبيرة في موضوع الكهرباء، وإحنا عم نبذل كل الجهود في هذا المجال. لكن ما ننسى الوضع السياسي، يعني هي الموضوع مش بس فني وموضوع حاجة أو مش حاجة. إحنا أنا كنت قبل أسبوعين في فلسطين لتوقيع على اتفاقية زيادة تصدير الكهرباء لفلسطين، وهذه هي المرحلة الأولى ورح نزيد إن شاء الله أكثر. بالنسبة للبنان، لبنان المهندس رواشدي كان في لبنان قبل أقل من شهر، وهم بحاجة للكهرباء وبدهم منا كهرباء، لكن الكهرباء بتمر من خلال شقيقة سوريا، ولازم هذا الحكي يصير يعني اتفاقية ثلاثية، وإحنا حاليا عم نعمل على هذا الموضوع. وبالنسبة للشقيقة العراق برضو هي بحاجة لكهرباء، وإحنا عم نحكي معهم في هذا الموضوع، لكن أيضا لا يوجد شبكة تصل ما بين الأردن والعراق بشكل مباشر، وإنما الشبكة بتمشي من خلال سوريا، واليوم الشبكة شوي متضررة، فلحتى نقدر نعمل تأهيل للشبكة ومش إحنا اللي بنعملها سواء من الجانب العراقي أو من الجانب السوري. الربط مع دول الجوار جدا مهم بالنسبة للأردن، لأنه جزء من هذه الاستطاعات الزائدة الموجودة عنا ممكن إنا نولد من خلالها كهرباء ونصدرها لدول الجوار. فهذه بشكل عام يعني إضاءات على الأسئلة اللي حضرتك تفضلت. إذا ما شفت الغل قل لي منروح في التفاصيل أكثر، وزملائي يعني متخصصين أكثر مني، بس قولي لي إيش بتحبوا.